ازيك يا كابتن امير؟ يا باشمهندس الحمد لله على السلامه يا امير. الله يسلمك يا محمد. ايه تمام؟ قول لنا بقى الصيد بتاعك بادجي، ايه القصه بالظبط؟ بدات ازاي وانتهت ازاي؟ لا هو بادجي طبعا بالنسبه لنا كنا عارفين كان في مطلب فني من قطاع الكوره ان هم كانوا محتاجين مهاجم. احنا حضرتك عارف احنا بقى لنا فتره دلوقتي بقينا بنحضر دايما للسوق الانتقالات قبلها بشهور. احنا دايما بنكون عارفين مثلا في احتياج لمركز معين فبنكون محضرين لعيبه كتير بنتابعهم. فعرضنا بعض اللعيبه على فايلر وهو في الاخر عمل قائمه كده مختصره لكام لعيب وكان منهم بادجي وبس. في الاخر اضطر ان هو ده كان احسن اوبشن بالنسبه لنا كل الدين بقى، يعني ماديا وفنيا وكل حاجه. يعني بادجي ضمن قائمه محدوده انتهى اليها الخواجه او طلبها؟ طبعا طبعا. طبعا بدأت المفاوضات معاه من امتى؟ المفاوضات الفعليه كان بدأت حوالي 10 ايام اسبوعين. تمام. وبعد كده انا سافرت النمسا من بالظبط من حوالي 4 ايام بالظبط. انت في النمسا والناس كانت بتقول ان انت في تونس، يعني زي ما المهندس عدلي كده كان هم ودوني تونس ودوني فيها ودوني جلدرة ودوني حاجات كتير والسعوديه يعني انت احنا كنا بتروح مشاير شجره كده ما مش معرف الناس الشجره دي فين بالظبط. لا ما احنا لازم بقى كده ناخد حته فانت عدلي برضه كده ناخد حته بتاعت سيد عبد الرحمن. اقول له انت فين؟ يقول له في سيد عبد الرحمن. ابقى عارف ان هو مثلا في الامارات. اتفضل يا كابتن. بس فاحنا كان بدانا من زمان 5 ايام بس كلام كان مع مع رافد ديانا. طبعا في عن طريق الوكلاء بتوع اللعيب وبتوع اللي احنا كنا بنتعاقد معاهم في الجيل ده كان بدا هم كلام من قبلها. واللعيب كان عنده عروض من ده كان التشالنج اللي عندنا ان هو كان عنده عروض من فرنسا من تركيا من انديه كبيره بدون ذكر اسماء برضه. بس هو الحمد لله قدرنا نقنعه في الاخر ان هو يكون معانا وان هو مستقبله مع الاهلي احسن. الولد بصراحه مقدر انت الاهلي، هو داخل عارف هو داخل مره واحده على شهر واحد دايما لما يكون نايم جاي في الصيف بيبقى عنده شويه براح في فتره الاعداد مثلا ماتش ودي الحاجات دي، لكن شهر واحد يخش مع الفرقه على طول. فدي بتحتاج اللعيب عنده شخصيه. ولعيب يستحمل الضغوط. وهو مقدر الكلام ده وفاهمه كويس قوي، يعني هو عارف هو داخل على ايه وهو فاهم ان هو عنده كمان 10 ايام ماتش مهم جدا في بطوله افريقيا. وعنده الدوري بعد كده فهو فاهم القصه كويس قوي وعارف وهو حتى من لما هو قال لي ان هو الجمهور والناس بداوا يبعتوا له عنده على السوشيال ميديا على اكونت عنده على تويتر وعلى انستجرام من اول ما سمع اسمه ان هو يجي مصر. وصلنا صوره بتصور معاه فهو حس ان الاجواء لا الاهلي قصه مختلفه. ايوه هيتعامل مع جمهور تاني خالص. بالظبط كده بالظبط بالظبط. يعني يحصل يكون قدها ويكون يستحمل الفتره الاولانيه محتاج ان هو يكون فاهم الضغوط عليها. تمام. خلاص هو جاي للاقامه يعني مش لسه هيجي ويسافر بلده لاي سبب؟ لا لا خلاص خلاص عملنا فيزا عملنا فيزا ورحنا السفاره امبارح المصريه. امير طبعا اتفضل. انا اسف. رحنا السفاره امبارح المصريه قابلنا السفير كان السفير عمر عامر كان شخص طبعا محترم جدا سيادة القنصل باسم كان الدنيا كانت محترمه جدا جدا. خلصنا الفيزا على طول امبارح وبس والحمد لله جه النهارده معانا خلاص هو لما كمل الفتره الجايه خلاص مش هيسافر تاني. بقول لك يا امير هو الدوري او النشاط الكروي متوقف ولا مستمر هناك؟ لا مستمر عادي اتمرنوا عادي. اذا هو في عز السيزون يعني وعنده لياقه المباراه وجاهز بالظبط. هو كان بيتمرن مع الفرقه اول امبارح اخر يوم ده مؤشر كمان ان هو طبيا باذن الله هيبقى جاهز يعني بالظبط. الحمد لله. وبعدين برضه من دي رياسه ديالنا دي قصه برضه يا باشمهندس الناس منظمه جدا الناس عاملين ميديكال ريبورت كامل عن اللعيب من اول ما راح عندهم. اديهولك الريبورت ده اديهولي امبارح. ده شغل محترفين ومهم. حاجه محترمه جدا. هم ناس محترمين جدا في التعامل بصراحه. فطبعا الريبورت ده ادانا برضو شويه راحه ان هو خلاص احنا العيد خلاص يعني الدنيا طبيا مستقره. يعني ربنا يوفقه ان شاء الله معانا الفتره الجايه. اتقال انه رابط فيينا كان عنده مشكله ان هو شافه اتصور مع مشجع لابس فانيله سالزبورج المنافس.
ودي كانت وقفته معاهم شويه، ده صحيح؟ يعني حضرتك بص، هو كان حصل كده بعض المشاكل في اخر فتره بينه وبين رياضه ديانا، لاسباب يعني ما بحبش انا اخوض فيها، حاجات برضه داخليه في النادي الاهلي هناك ما بحبش اتكلم فيها يعني. في علاقته هو بيهم هم؟ بحاجه بينهم من بعض، لو حاجه كلام يبقى كلام من عنده او من عندهم هم احسن. في الاخر بالنسبه لنا ممكن تكون مصالح الدقيق شويه بالنسبه لنا، ان دي حاجه الى حد ما ممكن تكون بتسهل الامور بينهم، مش يعني مش ظريفه قوي، عارف انا قصدي؟ يلا يا امير عندك شغل تاني. لا هو كده ايه، باب الشتاء اتقفل كده مش كده؟ ده اتفتح. الحق بيقول لك اتفتح. امال ايه؟ ما هو ما هو يتقفل لو انت عندك شغل تاني. بص هو يقول لك اتفتح وما يفتحش، يعني هو قاله وخلاص. لا احنا بنحضر الصيف من الشهر اللي فات. يلا بالتوفيق وموفق يا امير. الحمد لله على السلامه يا كابتن امير. احب اهنيك واقول لك عمل جيد وتمام كده، ما تخافش على الاهلي. الحمد لله على السلامه. شكرا كابتن امير توفيق مدير التعاقدات في الاهلي، واعتقد صفقه ان شاء الله تعالى تكون صفقه مهمه جدا وتكون اضافه قويه للفرقه كمان ان شاء الله.